سيدي، أريد أن أسألك شيئا يا سيدي. ليس الآن، ليس الآن. ولكن يا سيدي أرجوك. لعنة الله عليك أيها الغلام، ألا تراني منشغلا بتناول الطعام؟ قل ما عندك، هيا. يا سيدي، أنا مقبل على الزواج وأريد بعض المال. أي مال أيها الغلام؟ أريد بعضا مما تكسب، فأنا آتيك بأخبار القوافل وأنا أكلمهم، وفي أحيان كثيرة يا سيدي أنا من يدفع الرشا لبعضهم، فلا أستحق شيئا ما يا سيدي؟ لك علي حق المأكل والملبس والنوم تحت هذا السقف مقابل خدمتي. إذا كان الأمر كذلك فلماذا آتيك بالقوافل؟ كي تبقى على قيد الحياة، وإلا ألحقتك بمن سبقوك. هيا هيا. تعلمون جميعكم أن هشاما قد مات، وأن الوليد بن يزيد قد أضحى خليفة للمسلمين. الوليد الفاسق، هذا حظنا من آل أمية. ولكن بني أمية ليسوا جميعا مع استخلافه، ونعرف أيضا أن هشاما أراد عزلها، فمنهم من وافقه على ذلك ومنهم من خالفه، ولكنه لم يفلح في ذلك أبدا. سينتقم الوليد ممن خالفوه، فهؤلاء ليسوا ممن يعفون عن أحد. صحيح، لأجل هذا فإننا نعمل على جمع كلمتنا بينما تتشتت كلمتهم، ونحن نعلم أن اليزيد بن الوليد ابن عم الخليفة كان يحاول عزله. ولكن شعارنا ليس كشعارهم، وما نرجوه ليس ما يرجونه. بالتأكيد، فنحن ندعو إلى الرضا من آل محمد. من هو الرضا من آل محمد؟ هل عرفتم من هو الإمام الذي سيكون الرضا من آل محمد؟ سأقول لكم ذلك عندما يحين الوقت. الخطر محدق ببني العباس وبني الحسن وبني الحسين على السواء، ونخاف أن يتعرضوا إلى المزيد من السجن والتنكيل. عليكم بالصبر والكتمان. لقد أثمر ذهابك للعراق، وأعواننا ودعاتنا هناك يشكرون لك إخلاصك لنا يا عبد الرحمن. لقد نذرت نفسي لكم يا سيدي. جزاك الله عنا خيرا يا أبا مسلم، جزاك الله. والآن أحتاجك في خراسان، فإنني أريدك أن تجمع شمل أتباعنا على كلمة واحدة. سأكون عند حسن ظنكم يا سيدي، وإن أذنت لي فإني راغب في الذهاب إلى المدينة قبل أن نتوجه إلى خراسان. الله الله في الإخلاص لنا يا عبد الرحمن، فإن لك عندنا مقاما ولنا فيك أملا. مولاي، سليمان بن هشام يستأذنك بالدخول. دعه ينتظر حتى أكمل التفاحة، لا أريده أن يفسدها عليه. لم نسمع عن أمير للمؤمنين يصنع كما تصنع. إلا أنا أفعل ما أرغب به وما يحلو لي. أم تريدني أن أعيدك للسجن يا ابن صهيب؟ لا يا أمير المؤمنين. دعه يدخل. ماذا تقول إن سمعت أني عينت ولدي لولاية العهد؟ ألك أو لغيرك أن يعترض علي؟ ربما ظننتني مثل غيري يا سليمان، ولكن لا،
لا، فأنا لا أنسى، وأعرف جيدا ما صنعه بنو مروان وبنو سفيان فردا فردا. أحفظ في قلبي قبل عقلي من أساء للوليد ومن أحسن إليه، أعرفهم كلهم، وأعرفك جيدا، أعرف كيف تفكر وإلى ما ترنو. ربما قال لك المنافقون ومن كان في قلوبهم مرض أنك يا سليمان محبوب لدى بني أمية، وأن لديك أياد بيضاء تعطيهم من خيرنا، فهيأ لك ذلك أن ترى نفسك أحق مني بالخلافة، أو أنك أحق من ولدي بولاية العهد. يا أمير المؤمنين، أنا رجل حرب لا رجل حكم. أعرف، أعرف ذلك جيدا، ولكن ألم تحدثك نفسك يوما عن هذا الكرسي؟ ألم تشتهي أن تأمر وتنهى وتطاع؟ وكي لا تذهب بك المذاهب وتراودك الأفكار والأباطيل، ولكي تعرف من أنت ومقامك ومن أنا ومقامي، خذوا ابن عمي واجلدوه 100 جلدة، واحلقوا رأسه ولحيته، وبعد أن تؤدبوه انفوه إلى عمان. إلى عمان؟ عمان، عمان مولاي. لا أريد أن أشتم رائحته في بلاد الشام كلها. خذه إلى الجحيم. السلام عليكم. وعليك السلام. أريد أن أرى أبا عبد الله. تفضل. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعليكم السلام. تفضل اجلس. ما جئتك إلا للسلام والتبرك بك. مرحبا بك. أرجو أن تقبل هديتي، هي من ثياب بلادنا. اقبضها منه يا معتب. السلام عليكم. وعليكم السلام، في أمان الله. صدق الوصف وقرب الوقت. هذا صاحب الرايات السود الذي يأتي بها من خراسان. الحق هو سله عن اسمه. يا عبد الله، يا عبد الله. يسألك سيدي عن اسمك. قال عبد الرحمن يا سيدي. هو، والله هو. يا أخي، أعن أخاك يزيد على طلبه. وأنت أيضا؟ نعم وأنا، فكلنا يرى هذا الفاسق وما يصنع. يا أخي، إن الوليد إن سمع بهذا أخذتم بلا رحمة، والله إني لخائف عليكم مما ترومون. ماذا إن تم لنا الأمر؟ أيتم الأمر لابن أمة وسط هؤلاء العرب وتعصبهم؟ لا والله، لا يقبلون به ولا ساعة. سيتم له ما أراد يا أخي. يا بني مروان، إني أظن أن الله قد أذن في هلاككم،
واقتربت ساعتكم وزوال سلطانكم. إني أعيذكم بالله من فتن مثل الجبال تسامى ثم تندفع. إن البرية قد ملت سياستكم، فاستمسكوا بعمود الدين وارتدعوا. لا تلحمن ذئاب الناس أنفسكم، إن الذئاب إذا ما ألحمت رتعوا. لا تبقرن بأيديكم بطونكم، فثم لا حسرة تغني ولا جزع. هل أذقته حر الحديد وبرده؟ لا صوت له، لا يصرخ ولا يتألم ولا يستغيث ولا يتوسل يا مولاي أمير المؤمنين. إنما يحتمل كل هذا لأنه سمعني أقول لك أسمعني صوته. إنه يتحداني، لعنه الله. من هذا الذي تعذبه أيها الأمير؟ القصري الكلب يريد أن يتحداني حتى وهو في السجن. أرجوك يا مولاي أبني إياه. كيف ذلك؟ سأشتريه. بالله عليك يا مولاي لا تخيب رجائي. دعني أشفي فيه غيظي وغليلي. سأشتريه، سأدفع فيه الكثير الكثير وأشفي غيظك وزيادة. بكم تشتري؟ بخمسين ألف ألف. يا مولاي، أحب أن أسألك عن شيء هو والله يجول في صدري وصدر كثير ممن يحبك ويواليك. سل يا خراساني. يا ابن رسول الله، أنت تعرف ما لكم عند شيعتكم من الرأفة والرحمة، وأنتم أهل بيت الإمامة. جزاكم الله خيرا يا خراساني. فما الذي يمنعك يا سيدي وأنت صاحب الحق أن تقوم لحقك واخترت أن تقعد عنه؟ ما لي شيعة يعينونني على ذلك. يا مولاي، إن نجد من شيعتك 100,000 يضربون بين يديك بالسيف. تمهل يا خراساني، رعى الله حقك. يا معتب، اسجر التنور. السمع والطاعة يا مولاي. يا سهل بن حسن، قم واجلس في التنور. قم واجلس في التنور. يا ابن رسول الله، لا تعذبني بالنار، أقلني أقالك الله. قد أقلتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هارون، ادخل التنور. حدثني عن خراسان، هل تفرق أهلها عن بني أمية وأخذوا بشعارات محمد بن علي؟ فداك أبي وأمي، لم أعرف ما قلت. فإن لا بأس. كم تجد بخراسان مثل هذا؟ لا والله، مثل هذا ولا واحد. أما نحن يا خراساني فلا نخرج في زمان لا نجد فيه 5 معاضدين لنا. نحن أعلم بالوقت.
ما بك يا سهل؟ ما الذي جرى لك؟ لقد رأيت أمرا سحرني وسلبني عقلي. سحر؟ لقد شاهدت بعيني هارون المكي داخلا أمامي في النار المشتعلة وخارجا دون أن تمسه، ولم يتأثر بلهابها المستعر يا أبا بصير. إن الناس تروي مثل هذا عن فلان وفلان ممن لا يعرف وتقول كرامة، وأنت حينما تراه ممن هو أعلى مقاما حتى من آصف ابن برخية تقول سحر. هيا هيا هيا. إلى أين تأخذني؟ إلى سيدك الجديد. سيدي؟ ما الأمر؟ لقد اشتراك الأمير يوسف بن عمر. وهل العرب تباع؟ هيا هيا، لا تكثر من الكلام. أهلا يا خالد، أهلا. لقد أعادك الزمان إلي، ولأذيقنك ما لم يذقه إنسان قط. هاتوه. ماذا يحدث في خراسان؟ اختلفت الأمور عن الأمس يا أمير المؤمنين، فالفتنة قد طالت العسكر، فتعصب كل منهم إلى طائفته، وقد تعددت الثورات حتى انشغل الأمراء عن الفتح. وما الذي تريده مني؟ أنه مشكلتكم بأنفسكم. فالحاضر أعرف من الغائب، وأيم الله لقد أهدرتم بيت مال المسلمين بحروبكم هذه، ولم نرى من ورائها لا فائدة ولا عائدة. ماذا أقول للجيش الذي ينتظر أمرك يا أمير المؤمنين؟ قل له إني مشغول بإبداعي. اذهب. ألم تعتش فتذكر الوصالة وحبلا كان متصلا فزال؟ بلى، فالدمع منك له سجال كماء الغرب ينهمل النهمال. فدع عنك الذكار كآل سعدة، فنحن الأكثرون حصى ومالا، ونحن المالكون الناس قصرا نسومهم المذلة والنكالة، ونوردهم حياض الخسف ذلا، وما نألوهم إلا خبالا. أين الجواري؟ أين الجواري؟ الجواري إلينا بالجواري. وطئنا الأشعرين بكل أرض، ولم يك وطئنا أن يستقال، وكندة والسكون قد استعاذوا، نسومهم المذلة والخبالة. شددنا ملكنا ببني نزار، وقومنا بهم من كان مالا. وهذا خالد فينا قتيلا، ألا منعوه إن كانوا رجالا؟ ولو كانت بنو قحطان عربا لما ذهبت صنائعه ضلالا، ولا تركوه مسلوبا أسيرا نحمله سلاسلنا الثقالا. ولكن المذلة ضعضعتهم ضعضعتهم ضعضعتهم، فلم يجدوا لذلتهم
مقالة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلى الله عليه وسلم: من طلب مرضات الناس بما يسخط الله كان حامده من الناس ذاما، ومن آثر طاعة الله بغضب الناس كفاه الله عداوة كل عدو وحسد كل حاسد وبغي كل باغ، وكان الله عز وجل له ناصرا وظهيرا. ما أكثر ما نطلب طاعة العباد على طاعة الله، هلكنا والله. وهل للمعاصي والآثام أثر على حياتنا يا أبا عبد الله؟ نعم يا أخي، ألا ترون ما أنتم فيه من مرض وضنك والدوائر التي تدور عليكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلى الله عليه وسلم: خمس إن أدركتموهن فتعوذوا بالله منهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط فيعلنوها ولا يستروها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم وأخذوا بعض ما في أيديهم، ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم. يا أمير المؤمنين، هؤلاء أعراب من البادية جاءوا في حاجة. ليدخلوا ليدخلوا. ادخلوا ادخلوا. أهلا بهم. أهلا. ما هذا يا أمير المؤمنين؟ ما هي حاجتك يا أعرابي؟ قلها وانصرف. يا أمير المؤمنين، إن الخلافة أجل من هذه الأحوال، خمر وجوار وغناء. ألا تشربون أنتم؟ ألا تتمتعون بدنياكم؟ معاذ الله يا أمير المؤمنين. هيئوا لهم الشراب فليشربوا معنا. معاذ الله. هيا اسقوهم شا ومبوا، وضعوا القوارير في أفواههم. هيا هيا هيا. الحقوا بهم الحقوا بهم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليك. يا رب جعلت فداك، إني أخشى على نفسي النفاق. نعم، قل لي، ألا تخلو بنفسك في ليل أم نهار؟ بلى يا سيدي، يكون ذلك. أتصلي في خلوتك؟ نعم يا سيدي، الحمد لله. لمن تصلي؟ لله تعالى. فكيف تكون منافقا وأنت تصلي لله عز وجل؟
لا لغيره في وقت لا يراك فيه إلا الله. ما الذي جاء بك للسجن يا سيدي ونحن نراك من أهل الفضل؟ أن كنت من أهل الفضل فالحمد لله، ولكن الفضل عند غير أهله في هذا الزمن جرم يا أخي. ما الذي أدخلك إلى هنا؟ التهمة، التهمة. كنت تظن أن تكسر الخراج علينا وتسيء إلى عمالنا فنتركك. عيسى، هل كنت تظن أن التخوة ستنجيك منا؟ لا والله، لا والله، حتى نخرج العلقة من جوفك. نخرج من جوفك. من هذا الذي يضربه الجلاوزة؟ لا أعرفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ساقياني وابن حرب واستراني بإزاري. واترك من طلب الجنة يسعى في خساري. قل لي يا عمير، ماذا يتحدث الناس عني؟ كل خير يا أمير المؤمنين، كل خير، كل خير. لا تكذبوا وقولوا الحق. والله لو كان غيرك يا عمير لأمرت بقتله. تكلم، قل كيف يرى الناس خليفة رسول الله الوليد بن يزيد؟ إنما هم معجبون بحزمك في إدارة شؤون ملكك ومرتاحون لميلك للطرب والأنس. حقا؟ هذا ما نحن عليه، ولعل غيرنا كذلك. مالك؟ لعنك الله، فوجهك لا يبشر بخير ولا يساعد الخليفة على تمضية وقت جميل. تكلم. لقد أمرتني أن أقول الحقيقة يا أمير المؤمنين. أوظننتني أمرتك بالكلام وأنا لا أريد سماع؟ يا أمير المؤمنين، أنت تعلم أني أحبك وأني نديمك وصديقك منذ سنوات. هذا كلام حق، تكلم يا عمير. لقد سمع الناس وراء جلسات الأنس تزداد، وبدأوا يتناقلون بينهم شدة معاقرتك للخمر وما تأمر به من جلد وقتل وسجن، فساء الكثيرين ذلك. هذا ملكي وأنا أديره كيف أشاء. أليس من حقي أن أتخلص من أعدائي؟ أليس من حق الناس أن أسجن الخونة فيأمنوا في منازلهم؟ فهل كنت الوحيد في ذلك من بني أمية؟ ألم يحارب معاوية بن أبي سفيان عليا؟ ألم يدس السم للحسن بيد جعدة؟ ألم يقتل يزيد بن معاوية حسينا؟ وماذا عن الحجاج؟ فهل ولى بنو أمية الحجاج ليقوم الناس بالقسط؟ ألم يأمر هشام بقتل زيد؟ أما قتل أمراء بني أمية من قبل ولاتهم وسجنوهم وعذبوهم؟ فهل أنا أقل شأنا منهم؟ لا، لا، لست أقل شأنا منهم. اسمع، الآن، الآن تكتبون إلى يوسف وتأمرون الرسول بتنفيذ أمري حالا. دع الناس يتحدثون في أمري وليروا ما يأتيهم مني. تألم، تألم،
لماذا؟ لم أعد أسمع صوتك. تألم. سبحان الله، ما أجرأهم على الباطل وأسرعهم للسوء. لقد مات عيسى. من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر إذا فعل به، إنما يحصد ابن آدم ما يزرع، وليس يحصد أحد من المر حلوى ولا من الحلو مرة. اعلم يا تاجر الخل أننا نصبك، وإن لم نجد عليك ما يدينك اليوم فسنتركك تمضي إلى دارك، ولكن كن حذراً، ما يقال عنك كثير، لن ينقذك أحد من سيفي يا خلال. إن مثلي ممن يحب الحق ويبغض الباطل لا يخاف الموت على نفسه، ولست كما تظن، فلا تظلمني، وحسبي الله ونعم الوكيل. اخرج. أتتركه يمضي يا سيدي؟ ضيقوا عليه أنفاسه وارصدوه جيدا كي نعرف أتباعه. عندما ولي الوليد أمور الناس أنشد يقول لهم: ضمنت لكم إن لم تعقني منيتي بأن سماء الضر عنكم ستقلع. فخدعهم وأملهم بأنه سيرفع عنهم الظلم الذي أنزله بهم هشام بن الحكم، ولكن كلكم ترون اليوم ظلمه وفسقه. وصلت سماء الضر بالضر بعدما زعمت سماء الضر عنا ستقلع، فليت هشاما كان حيا يسوسنا، وكنا كما كنا نرجي ونطمع. لقد اقتربت الساعة، نرجو أن يكتب الله لنا فيها الحسم على هذا الطاغية. يا وليد الخنا، تركت الطريق واضحا وارتكبت فجا عميقا، وتماديت واعتديت وأسرفت وأغويت وانبعثت فسوقا. أنت سكران ما تفيق، فما ترتق فتقا وقد فتقت الفتوق. صدقت والله صدقت. وهذا ما كان. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدي حفص تعال تفضل. شكرا، أحمل رسالة من سيدي طلحة. اجلس عنده وبلغه الرسالة يا جوهر. لقد أمرت أن أبلغه الرسالة ويسمعها الجميع. يبلغك سيدي أنك لم تدفع له منذ أقرضك، ويدعوك لقراءة الكتاب الذي بينكما. وماذا ينص هذا الكتاب يا جوهر؟ إذا لم يدفع سيدي حفص ما عليه بعد انتهاء الأجل سيتملك سيدي طلحة البيت. بكم تدين لي طلحة يا حفص؟ 1000 دينار أخذتها لبناء بيتي وتوسعته. 1000 دينار. هذه رسالة الخليفة يا مولاي.
أمير المؤمنين يطلب إلينا أمرا، وإنا لابد فاعلوه. جهز لي الثياب، فإن وراءنا عملا شاقا وأياما طويلة، وكن حذرا فإن هؤلاء يرصدوننا. أمرك سيدي. الحمد لله الذي خلصني منهم، فأطلقوا سراح من في السجن بعد أن قتلوا عيسى بن موسى ضربا بالسياط. أنزلوا جثة زيد وألقوا بها في النار، ثم اجمعوا لي رمادها.